يلا يا منار يلا بينا. يلا بينا على فين يا عسلية؟ مش تفهمني انت ناوي على ايه وجايبني في انهي حتة؟ يلا هتنزلي وتعرفي. يلا عشان سيادة اللواء مستنينا جوه. نهار اسود ونيل، نهار اسود ونيل، انت هتسلمني؟ هي دي المجدعة والشهامة؟ اسلمك ايه بس يا منار، نسيت ان ابويا كان لواء؟ صحيح، ما هو طبيعي واحد زيك ابوي يكون لواء. امال هيسرح بعربيه حمص على الكورنيش؟ انا بهزر، انا بحب اهزر. طب يلا بينا. يلا طيب. اتفضل. ممكن تسمعني؟ سامعك اهو. لا اوقف كده وركز مع امي، ابوس ايدك. حاضر اهو. ما تغتقني لوجه الله ونادر عليها والنادر دين، ادعي لك كل طلعه شمس ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا حسام يا ابن حواء وادم، زي ما وقفت لي وخلصتني من جابر. وعايزه تسيبيني وتروحي فين بقى منار؟ ما هو اني لو منار هو ربنا ما هسيب، اني مش هي. تاني منار. واني مش فاهمه انت ليه مش عايز تصدقني؟ مكتوب على وشي كذابه. لا مكتوب على وشك ان انت منار اللي انا بحبها، منار اللي عشت طول عمري عايزه ابقى معاها، منار اللي مفيش حد في قلبي غيرها. ايوه يا جدعان على الكلام. ايه الكلام ده؟ وربنا ما كسفيك، مش انت دماغك مريحاك ومصدق انني منار؟ ماشي انت حر، بس بقى ما تجيش تقول لي كذبت عليا وخدعتيني والكلام بتاع حمو بيكا اللي بيقوله في اغانيه. انا قلت لك الصراحه وجبتها لك على بلاطه وانت اللي مش عايز تصدق. خلاص لا خلاص صدقت. بس ممكن يلا بينا. يلا يلا هاتي. ايه ده؟ اتفضلي يا منار اتفضلي. اتفضلي يا منار تعالي. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حسام. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ ايه دي؟ دي منار يا بابا، انت نسيتها ولا ايه؟ انا عارف انها منار. امال ايه؟ تعالى عايزك. حاضر. اتفضلي يا منار اتفضلي. تعالي خشي. اقعدي. بقول لك ما تقوليش اي حاجه مش دلوقتي. ها اقعدي بس دلوقتي استريحي. اقعدي يا منار.